السلام عليكم يا شباب، رجعنا لكم في حلقة جديدة من سلسلة ليلو. طبعا نحن الآن في حلقة 43 دقيقة. بدأت المسج. ماذا هناك؟ بدينا في المهمة الأول دخول المهام التسجيل. طيب طبعا أنا طلعت معانا مهمة. Hey, من هذا it's الشخص؟ Jake. Hey, Moody man. That motherfucker Tom gave me your number. You gonna pick something up for me? I ain't talking about no weed, nigga. I'm talking about them house shoes. I need them house shoes, dog. You can only get them at the swap meet, Davis Mega Mall. Them bitches out cold. I usually get them myself. Just ain't got the time right now. I see you at the club later, motherfucker. What's the mission, you asshole? المهم. طبعا طلع معانا شخص. هذا مدري ايش يحكي. طيب قمنا المهمة مون من موتوسيكل. هاي عليها علبة يخا بيتزا. ما هو دي؟ ما بعرف. طيب بعدنا. ماذا هناك؟ بيقول لي وصلها الكازينو. What up though, it's me again. You get that package? I need them house shoes. I need them bitches. They're part of my life. They bring that OG out in the nigga. I need to step into the light with that motherfucker. There's just a feel good situation for my toes. Where they at? I'm waiting for them. Holla at me. يمكن هذه الموتوسيكل حقة الشخص اللي اتصل بينا حاليا. طيب راح نروح نوصل له هذه الدراجة. اوكي وصلنا الان الكازينو. والدقيقة تقريبا دقائق هنا على الاخر 40 ثانية. اوكي وصلنا الدليفري. طيب فتحت عندنا ملابس. طيب بما ان نحن بقرب الكازينو راح نجرب حظي مع حاجة الحظ. اوكي طبعا نفس الشحنة اللي طلعت معانا في الحلقة الماضية، لهذا راح نكون يعني مش شرط ان نربحها، لكن لعل نربح دوش او نربح ملابس او شيء. دور يا مدير. ماذا سوف تطلع معانا؟ ملابس. اوكي طيب ساعد يوليا. طيب الان راح قبل ما نبدا في مهمتنا سرقة السيارات، طبعا راح نقوم بالذهاب الى المخازن. اوكي الان اول مخزن طبعا بدا يمتلئ بشويه فيه. طبعا اول ما بدات انا كان افضل، ولكن حتى ما نطير. طيب كل ما نسوي مهمه راح نعطي الفلوس العمال، وهم راح يشتري البضائع ويسلموها هنا. طيب راح نروح المخزن التالي. طيب الان راح نعطي فلوس ايضا للعاملة الثانية. طيب الان راح نبدأ في مهمتنا وهو التحضير او راح اشوف السرقة الثانية كيف طريقتها. اوكي وصلنا الان للجراج. طيب راح اشوف جمال شو حذرنا من مهمة. هلو جمال مش كان سرقة. طيب راح اروح على الكمبيوتر. طيب في عندنا 3 سيارات. طبعا دايما راح نختار السيارة الجميلة وهي بورشة.
اوكي ادفع Okay, المبلغ. that's a sweet ride. Let's get it. Here's the plan. You know Arena War? That crazy show they film over at Maze Bank Arena? I fucking love that shit, bro. I got a season ticket, private box, everything. I count Mr. Jerome as a close personal friend. Anyway, I was looking at the upcoming events and there's a halftime show that caught my eye. It's being hosted by the Duggins. You know the casino owners? This car is in the starting lineup. And check it out. It was one of the stunt cars they used in a Jack Howitzer movie. One of the good ones, too. The Duggins are big fans, apparently, and so is Yusuf. We gotta have that طبعا car, المرة man. هذا So let's نسرق scope out جماعة Maze Bank الدجن، Arena and figure out how we're تفكرون gonna take it. الشماعة They have اللي a private قاضين box, عليهم so let's لما start هجموا there. على الكازينو. طيب يعني هذه السرقة متعلقة بالكازينو، بما أن فيها الدقن دقن يعني هم الجماعة اللي يحتجموا الكازينو. أوكي راح أشوف. So, snatching the Duggan's car right قليل from من under الكلام the كثير من halftime العمل. show. ذهب يلا. طيب ولا أرينا، طبعا أرينا على ما أعتقد راح نسرقها ليس الكازينو، لأن أصلا جماعة داغن جماعة أثرياء. طيب هنا بيقول لي انتقل الصور، اصبر طبعا ركنها في مكان غلط لكن ما عليك. طيب في عندنا صورة هنا حقيقة على ما اعتقد حارس او باب والكاميرا، لا ليس كاميرا. طيب من حارس؟ يس حارس. طيب الآن اوكي هنا عندنا التقاء صور البوابة. اوكي طيب الآن في صورة في خلف الأرينة. طيب راح أروح عليها. طيب بما أن نحن راح نلتقط الصورة راح أحاول أخذ لك صورة مع أرينا قبل السرقة. دايما قبل العملية اقتحام نعمل سيلفي. أوكي حتى تبقى لهم تذكار. يلا الآن راح نروح الأرينا من الخلف نشوف الصورة ما هي راح نلتقطها. راح ننزل من هنا. الجراج. طيب ذاك الصورة يحتاج ننزل. طيب بعد ما ننتقل الصورة اكيد راح نظهر الجراج، لهذا راح طبعا هذه المهمة سهلة جدا يعني قريبة بالقرب الجراج. اوكي بعد ما التقطنا الصورة الان الان علينا رؤية ما هي المتطلبات والاشياء. طيب في عندنا هنا رادار على ما اعتقد وهنا كارت في كارت الدخول المقرر. طبعا هذه اكيد مش هنسويها، هذه اكيد مش هنسويها. ماسك Now I got a couple ideas in mind to fuck with their private security a bit, so don't worry. مخطط. Not that you were. مبنى This shit وهذا is gonna رومورك. be fun, yo. رومورك. هذا المقطورة. طبعا مش عارف شو دخل المقطورة، يمكن من أدوات أو أي شيء من هذه. أوكي راح نبدأ برادار. طيب فين سيارتي؟
دخلت هداك. ابلع يا جمال. طبعا هنا يقول لي في مدار راح نكسرها. 1 2 3 يعني راح احتاج الى هليكوبتر افضل. طيب اعطينا يا معفن. شو طلبت يا معفن؟ شو طلبت؟ قصت 20,000 دولار. طيب شو راح اسوي بيها دي؟ والله هي نجربوها خلاص ما علينا. طيب راح ننطلق. اول واحد وهو اقرب واحد اللي هو هذا. اوكي طيب للاسف ضبط هذه السيارة بالغلط. طيب راح ننتقل فوق الاول رادار. اوكي وصلنا اول منطقة لكن للاسف راح نصعد للاعلى. طيب راح نركن السيارة هنا. ولو كنت اشتريت ضربت الهليكوبتر افضل ولكن معلش ضربنا هذه السيارة المعتوهة. اوكي راح نصعد للاعلى. في زبائن. لا يا معفن. حسن حظي. وين الاخ؟ سقط. اي معلش. طيب راح نفجر. هذا اول واحد. والله مسروني وينو؟ الحمد لله. انت على وشك. طب راح اخذ السياره هذه افضل من السياره له. وهذه سياره قويه جيب. طيب المكان الثاني هنا. ياس. طيب انا تقريبا قرب المقر الرادار الثاني. اوكي يا شباب الان وصلنا ولكن بطريقة مختلفة. طيب طبعا هذه السيارة معفنة راح اتركها هنا. راح احاول اصطاد الشباب بالقناص. طبعا فين الرادار؟ فين الرادار؟ واضح. ايوه في واحد. طيب نقوم. طبعا الرادار من هنا. طيب راح نحاول نصعد. يا طبعا الجار يحجب علي الرؤية. هو الرادار خلص. طيب المنطقة الثاني هي هنا. اوكي راح تتطلب اخذ سيارة. هنا السيارة جيب. طيب راح نلتقي بقرب رادار الاخير وراح اشوف جمال شو راح يطلب منا بالمبادئ. طبعا السيارة معفنة. انزل انزل انزل. ايوه وكما طيب بس. يلا راح نلتقي بقرب رادار الاخير. اوكي يا شباب وصلنا للمنطقة الاخيرة بعد الانتظار ما بين الجبال. طبعا اكيد راح نخش هنا. لو كان بامكاني رؤية رادار قبل الدخول. طبعا في شرطة. طبعا هي ورا السيارة. احاول اصطادها من بعيد حتى ما نكون في هجوم. أين بالضبط؟ المفروض بقوة السيارة. أيوه ها هي.
خلصنا. There it is. You should have the location of the lockup now. أوكي أنجزنا المهمة. طيب ماري وذر. أوكي هنا. أوكي راح نرجع للمدينة. اوكي وصلنا للنقطة الصفراء. هذا مكان التثبيت. يا رجع 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 وجدت. Surprise, motherfucker. Hello. Back up. ورا يقتلوني طلقة واحدة متت. اصبر. اوكي فهمت. كمل نفسك ميت. هذه سيارة مذرعة ولا شيء. واخ وطس يا هذي قديش الرصاص هذا يا ديبلا. طبعا حاول اشحن الرصاص. اشحن كل الرصاصات. اوكي راح نتفرع. ايوه واخيرا. طيب ابلع ابلع زر واحد. طب طلع لي كلمات طلع لي كلمات. ابلع. ايوه لما يكون في حد داخل. شوف احتياط احتياط واجب. اوكي مفيش. طيب اها شوفوا وش كاين. لا 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 راح ندخل الداخل. غير بهذه السيارة. يا طيب هذا هي السيارة. ايوه يس اوكي. طيب راح ناخذ هذه السيارة بينما نمشي. طيب الان اخذنا الحقيبة مع الصد. لا 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 قدام 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 قدام. اهرب. السلام عليكم. طبعا جيش ما فيش لعب. طيب راح نروح نوصل هذه الحقيبة اللي سرقناها. اوكي وصلنا الان. راح نسلم الحقيبة الرادار. طبعا حقيبة الرادار او ما ادري شو. اوكي بعد ما كون اوكي تقريبا حقيبة تحكم بالرادارات واشياء مثل هذه. طيب الان المهمة الثانية راح نسرق او راح ناخذ البطاقة فتح الابواب ال VPE. اوكي طيب بلا اوكي ارينا تقريبا هذه المهمه سهله راح نسويها. راح اوكي وصلنا للمنطقه. دونت اندر
طبعا هي في الأسفل طيب الداخل اوكي حراس ما فيش حراس ما فيش حراس لكن في كاميرات كثير طيب احنا الصوت الاعلى في عندنا هنا كاميرات تتحرك طبعا هنا راح نستعمل الخريطة خريطة الكاميرا اسفل ونراقب الكاميرات لما تتحرك طبعا نتحرك اسحب بسرعة اسحب بسرعة راح تحت اوكي وصلنا طيب افتح الباب علينا طبعا لما نستطيع فتح الباب هنا يعني راح نحتاج لا شيء معين طبعا هنا بقينا لا لا تحركت الكاميرا نصبر دقيقة ترجع الكاميرا وراك يلا تحرك تحرك طبعا راح نصبر على الان المقطع اوكي يا شباب الان طبعا انا حاولت اتسلل بطريقه التسلل وفتح الابواب الاثنين طيب الان راح نبحث الشيء الغلط اللي راح نحوس عليه في ايوه ها هي وجدنا الكارت طيب الان راح نرجع نفتح الباب طبعا مثل الحركه سويناها قبل قليل طبعا الكاميرا بتتحرك او لا لا بتتحرك اوكي راح ننتظر حتى ترجع الكاميرا وراح ننطلق بسرعة من سيارات حربية هنا من سيارة الحرب الجنود طيب فين كان دوري دوري ايوه بدأت تتحرك طبعا راح نمشي بشويش يلا تحرك مازال الى قليل الكاميرا الأخرى تحركت أسرع 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 شفتنا الكاميرا مشكلة أسرع أربع أربع الله معلش 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 أوكي فينك ايوه هنا اوكي وجدنا البطاقة طيب الان ندعس بابي لا ايش يا شخص لا اوكي اهرب 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 لركوب البرداي طيب بعد ما سوينا المهمة الآن أخذنا البطاقة الآن راح نرجع للمقر معلش في شباب بلحقين ورايا راح أخليهم يلحقون بعد يا ولد اوكي طيب وصلنا الان اوكي الان علينا الخروج والاستعداد للمهمة الأشياء الباقيين هم الحقيقتين طبعا عندنا واحد هنا والثاني فين هنا
اوكي طيب راح نبدأ بالأبعد، بعدين راح نذهب مباشرة إلى الثانية. راح نأخذ واحد وواحدة. طيب راح نطلب هليكوبتر إذا استطعت. طلبنا. طيب راح نصعد أنا الحالة. لا يا ساتر، معلش لقطة غبية. اوكي راح نتوجه مباشرة لمنطقة فيها الحقيبة الأولى، بعدين راح نذهب إلى الحقيبة الثانية. أعطينا إشارة للجمال. تكلم فيه. عم اتقدر راح ندخل على متجر ملابس، يمكن راح اشتري ملابس. اوكي Welcome to the most exciting store in the whole world. في حقيبة هنا. ايوه We've got the biggest selection in San Andreas. هنا عن شكلك اتصل بالشرطة المعفنة. اوبس الله يلعن شكلك يا جمال. طبعا جمال ارسل لي رسالة انه متأسف، يطلب مني متأسف، يقول لي ما دفعت حق الملابس، غبي، فرطنا مع الشرطة، لكن معلش ربي. طيب الان راح نذهب الى الحقيبة الثانية. طيب الان في الموقع الثاني نرسل إشارة أو رسالة لجمال ونبلغ بأنه صمم الموقع وهنا مفيش محلات. ايش راح اسوي؟ راح ندخل عند استوديو تصوير. راح نضع الهليكوبتر هنا فقط. اوكي راح نحرر السلاح لعل وعسى. يا خرق شنو هذا؟ أنا قلت لك خرج السلاح هذا، تخرج لي سلاح لوخر يا غبي. إذا تخرج لي نفس السلاح مرتين. غير واحد. بالله. اللي هناك المزيد. اوه المنطقة سيئة. صور السفاح القاتل المجرم. راح اصور هنا. انا القاتل السفاح السينمائي. صور انت، صور. كوشي. طيب معلم. اوكي طبعا دعسناهم كلهم، الان علينا سرقة الشاحن. لم استطع. طيب اوكي راح نبحث على جو شباب. هاتي ما انت كبير. ابلع. طيب راح نبحث عن مفتاح الشاحن. هاي اوكي وجدنا المفتاح الشاحنة. طيب راح نسرق الشاحنة. اوكي طبعا في شرطة هنا. طبعا هل استطيع الرجوع للقلب؟ يا صعب الشاحن سياقتها. يعني زدمت عنا الشرطة ونحن ما استطعنا نرجع للقلب. طيب ادعي سامي.
تفضل يهمك بها تفضل تفضل تمسح مع أبوك تمسح مع أبوك وصفت للعفن وجد تبعد تبعد هنا فين طبعا وصل احد العمال طيب يقول لي ابتعد عن هذا المكان اركب سيارتي السيارة اصلا هنا طيب راح اكملها كعادي ولا راح اسرق سيارة شعب اوكي انجزنا المهمة طيب الان على ما اعتقد انهينا كل التجهيزات طبعا الان جهزنا كل شيء راح تبدا عمليه السرقه اوكي مثل ما تشاهد الان انجزنا كل شيء طبعا هذه مش راح نسويها وهذه ايضا مش راح نسويها راح نبدا المهمه ولكن ليست في الحلقه هذه أظن في الحلقة القادمة إن شاء الله راح نبدأ عملية السرقة ولتصبح نملك 4 سيارات وراح نبيعهم في أحد من هذه الحلقات وكانت هذه حلقة اليوم أتمنى عجبتكم هذه الحلقة تقولون باللايك والاشتراك أظن في الحلقة القادمة إن شاء الله سلام.